السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا موتوسيكل بوكسر اكس 2022. طبعا زي ما حضرتك شايفه الحالة، طبعا هقول لك حاجة زي كل مرة، بص كويس وهلف لك الموتوسيكل يمين وشمال وكل حاجة واسمع صوت الموتور. وزي ما انت شايف دي الحالة 22 جواب فاتورة مش مرخص، تمام؟ يعني هتاخده تنقل الفاتورة وترخص باسمك انت. طبعا رقم صاحب الموتوسيكل 012-122-161-96، تمام كده؟ هتتواصل معاه، اسمع صوت الموتور، شوف الموتوسيكل مرة واثنين وثلاثة. انا طبعا والله ما اعرف هو طالب فيه كام، يعني هو تقريبا كان قال لي بس انا نسيت.